الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم 11 أبريل 2022. هنا بالمنطقة بزويد نواحي مدينة وادي زم. الرحمن الله عز وجل في الطبيعة من بعد ما قنط الناس، شوف الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظروا إلى الطبيعة، لقد زينت بعدما كانت جافة. 11 أبريل، طريق ماذا؟ بير مزوي. طريق واتزم. بني خيران خريم قاب. يا مرحبا، مرحبا. الخير ديال الله عز وجل، النعمة ديال الله. بعد ما قلق بنادم ومبقاش يقول كل شيء مشى. الله رحيم سبحانه، له الملك وله الحمد. شوف الخير ديال الله من بعد كانت الارض حمراء. الحمد لله على نعمه. يا الله لا يسر